عن سر هذا التقدم العسكري الأوكراني والسيطرة على أكثر من 20 بلدة ومدينة شرق البلاد في إقليم دونباس. هل نحن أمام فعلا انعطافة استراتيجية في إنجاز التعبير في هذه المعركة أو هذه الحرب، أم هو تقدم مؤقت وكر وفر المعارك؟ إذا غيرت موسكو استراتيجيتها العسكرية كما يقول السيد أنتيكوف، ستستعيد ما خسرته خلال اليومين الماضيين. مساء الخير لك ولضيفك حياك الله الكريم والمشاهدين الكرام. ليس هناك أي سر، هناك تخطيط للقادة العسكريين وتخطيط محكم، واستطاعوا من خلال هذا التخطيط استعادة الأراضي وتحريرها. ومهما غيرت روسيا من استراتيجيتها في هذه الحرب، فإن الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني وقيادته ماضين قدما في تحرير الأراضي التي احتلتها روسيا، ليس فقط في بداية هذه السنة، وإنما الأراضي التي احتلتها من عام 2014. لدى الشعب الروسي الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني الإرادة الكاملة لتحقيق هذا النصر، وهم ما يفعلونه الآن.